لا عينيا دلوقتي كويسة وبقت أحسن بكتير. هلو everybody، في فيديو جديد من مرمر عيون وعقول. طبعا وحشتوني جدا 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 فوق ما تتخيلوا. رجعلكم بعد غيبة طويلة كالعادة. طبعا أنا زهقتكم معايا كالعادة برضو، ولكن معلش انتوا الفانز بتاعي، وقت ما أظهر سلم عليكم وخلاص على كده. أنا جاي النهاردة أحكي لكم تجربتي وحاجة خطر حصلت لي ولازم كلكم تعرفوها. مبدئيا انا اللي متابعني من زمان عارف ان انا توب فان لللينسز. اول ما بجيب لينسز غاليه بقول لكم الله دي تحفه، اول ما بجيب لينسز رخيصه بقول لكم الله دي جميله. بعمل ريفيو عن اي لينسز بجيبه، قلت كل الانواع، قلت كل الاشكال، قلت كل حاجه، وده بحكم ان انا بقالي 7 سنين بلبس اللينسز. ولكن ده عملي مشكله كبيره جدا جدا. بعدين انا كنت اللي هو كل ما بشوف حد لابس نظاره افضل اقول يا جماعه احنا في 2022، ازاي حد لسه بيلبس نظاره؟ يا جماعه البسوا لينسز. اروح لاصحابي البنات اقول لهم مريحاني جدا، مع العلم ان انا كنت بلبسها وانا بستحمى وانا باكل، قبل ما انام كنت بقلعها، يعني شهاده لله. يعني غير كده كنت 24 ساعه في ال 24 ساعه لابساها، في تراب، في مطره، في حر، في اي حاجه كنت لابساها على طول. تمام. طيب ايه بقى اللي حصل لي وايه المشكله اللي حصلت لي وكانت خلاص هتسبب في ان ضياع العناية؟ اول حاجه حصل لي شرخ في القرنيه. شرخ في القرنيه بسبب ايه؟ بسبب اللينسز. مع العلم انه حتى لو اللينسز ليها مده صلاحيه، حتى لو هي لسه ما انتهتش، حتى لو انت لسه جايباها جديده، جايبه احسن نوع، اخر نوع حصل لي بيه الحادثه دي كانت نوعها ايه يا ربي؟ اللي هي الخضرة دي. انا عملت بيها ريفيو برضو، هو انا مش فاكره قوي بس هفتكر. ادور، كانت ادور. كنت جايبه ادور لونها اخضر، وادور دي ب 700 جنيه، فكنت جايباها وكنت مبسوطه بيها جدا جدا. وطبعا النوع اصلي وانا بجيب من واحد بتعامل معاه من زمان، لكن حصل لي شرخ في القرنيه بسبب كتر لبس اللينسز. سطح القرنيه بتاعي بقى ضعيف جدا جدا لدرجه ان هو ما استحملش اللينسز، فبالتالي حصل له قطع من بره. الكلام ده كنا الساعه 4 الفجر، انا شايفه عينيا من جوه فيها شرخ كده باين، القطع باينه، الجزء اللي بره ده باين. مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نتحرك ازاي. اهلي خدوني ورحنا الساعة 4 الفجر اعلى مستشفى الوطني للعيون. طبعا المستشفى دي يعني انا عايزة اشكرهم بجد من كل قلبي، يعني هما فضلوا معايا من الاول للاخر، وبجد مستشفى كويسة جدا جدا. رحنا المستشفى الوطني، كانت فاتحة في الوقت ده، ورحنا انا واهلي. ايه يا دكتور اللي حصل؟ ايه في ايه؟ قال لنا في شرخ في سطح القرنية ولازم تعمل عملية دلوقتي. immediately دخلت العمليات، بس العمليه كانت بسيطه جدا جدا. هو يا دوب بس حط لي حاجه اللي هي ما احسش بحاجه بينج يعني، وبعد كده ابتدى ان هو يشيل بملقاط او بحاجه باقي القطع او باقي البقايا، وتقريبا الانسجه ابتدت تتكون من جديد. برضو ممكن اكون انا بهبد، انا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا هحكي لكم تجربتي كلها، احنا ملناش دعوه الدكاتره عملوا ايه، احنا مش دكاتره، لكن ده اللي حصل معايا. خدت قطرات كتير جدا جدا، وفضلت اتعالج فترة طويلة بتاع شهر كده من الشرخ نفسه. بعد كده من كتر القطرات ومن كتر التعب ومن كتر الكلام ده كله حصل لي مية بيضة على العين، فاضطريت ان انا اعالج المية البيضة. طبعا ده خد مني وقت كتير جدا، مجهود كتير جدا جدا، مصاريف كتير، مروح ومجاي كتير، فكنت اللي هو على اخري خلاص. طيب ايه الحل يا دكتور؟ الحل ان انت تعملي عملية الليزك. اوكي، وانا موافقه وما عنديش اي اعتراض، اي بديل، بس اللي هو ما ارجعش البس النضاره. مع العلم ان انا كانت النضاره عندي التهاب في الجيوب الانفيه، فكانت بتسبب لي صداع، فبالنسبه لي النضاره تعب اكتر منها بقى منظر، واكتر من انها شياكه والكلام ده كله. المهم اعزائي المشاهدين، علشان اعمل عمليه الليزك كان في بقى قبلها تحضيرات كتير. فضلت شهرين بتعالج من اللي حصل الفتره اللي فاتت، سواء بقى شرخ سواء ميه بيضه، فضلت اتعالج وخدت كميه قطرات، كميه قطرات، كميه قطرات. ايه 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 كل ده؟ عارفين اللي هو لابستك لابستك لابستك، انا كان بالنسبه لي قطرات 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 قطرات. خدت قطرات كتير جدا جدا علشان لمجرد ان عيني تكون مهيئه لان انا اعمل سمك القرنيه، كشف سمك القرنيه، واقدر ان انا اعمل عمليه الليزك.
طبعا انا تعبت جدا جدا الفتره دي وقسيت بالمعنى الحرفي، وما كنتش اعرف انه اللينسز في النهايه هتوصلني لكده. انا دايما بشكر فيها، دايما بطلع اقول للبنات البسوها، ما ينفعش بنت تبقى لحد دلوقتي مش لابساها، ولكن الافراط في كل حاجه يعني بيؤدي لهلاكه فعلا. ده حقيقي، انك انت تفضلي 7 سنين بتلبسي لينسز على طول، رايحه جايه مبسوطه بيها، مش عارف ايه، اي حاجه مش طبيعيه طبيعي انها هتضر جسم البني ادم، خصوصا ان انت حاطه حاجه جوه عينيكي اللي هي اكتر مكان حساس. تمام. فطبعا انا تعبت جدا جدا الفتره دي، وعملت عمليه الليزك. نيجي بقى لما بعد الليزك، نسكت؟ لا طبعا ما نسكتش. عيني فضلت عندها حساسيه، عندي حساسية شديدة جدا جدا من كمية القطرات اللي كنت باخدها. ما انا كنت باخد قطرات مضادة حيوي علشان تعالج الأنسجة، فالقطرات بقى مع المضادات الحيوية مع المرطبات مع الكلام ده كله سبب لي حساسية في عينيا. ابتديت بقى اخد دواء للحساسية، ده طبعا غير القطرات اللي هي بياخدوها بعد العملية. في بعد العملية نوعين قطرة، مضاد حيوي علشان يقفل العين لان بتبقى مفتوحة، و قطرة مرطبة اللي هي بولي فريش. لو حد عمل العملية هيبقى عارف ان هي دي اللي بعد العملية، وبتبقى برضو قبل العملية. المهم اعزائي المشاهدين، مطولش عليكم، خدت القطرات وخلاص عينيا بقى اتقفلت، والليزك نجحت الحمد لله، وبقيت شايفة كل حاجة. او ماي جاد، وازاي انا شايفة كده، والواحد ليه ما عملهاش من زمان؟ وفعلا ندمت ان انا ما عملتهاش من زمان. كنت دايما خايفة من انه جزء زي كده في جسمي حساس ان هو يتفتح بمشرط، او هي اساسا العملية مش مشرط يدوي، لكن المشرط موجود في الجهاز، في جهاز الليزك، فالعين بتنزل عليها كده زي قوس بيقطع العين. انا كنت خايفه من التجربه نفسها، وكنت شايفه انه في مصر لا، انا مش يعني مش واثقه في الطب في مصر والكلام ده كله. فالمهم خلاص عملت العمليه وخدت الادويه والنسيج كله اتقفل وعيني بقت تمام، لكن بعد كده حصل لي حساسيه كتير جدا جدا، وفضلت بعد العمليه. هو طبيعي طبيعي بعد العمليه بشهر بيكون لك زياره مجانا. يعني ايه زيارة مجانا؟ هي المستشفى برضه عاملة كده، يعني خلاص انت عملت العملية بتروحي بعد كده استشارة لمدة شهر، وده علشان هي عملية مش حاجة بسيطة. مع العلم ان العملية فضلت 10 دقايق بس في خلال 10 دقايق بصراحة حسيت بكل حاجة. العملية يعني تخوف شوية. المهم بعد بقى ما خلصنا كل الحوارات دي كلها، بعد الشهر بقى الطبيعي ان انا ليا شهر، لا انا قعدت بعدها شهرين كمان، يعني 3 شهور. 3 شهور بعد عملية الليزك عمالة بقى اعالج عناية من بوادر اللي كان فيها حساسية، التهابات، مع ان المستشفى نظيفة جدا جدا، وعملتها فيمتو ليزك، ما عملتهاش ليزك عادي، وكنت مكلفة وصارفة وعملت كل اللي انا اقدر عليه، لكن للأسف الشديد هي كانت اللينسز. والدكتور اول ما شاف عناية وانا هناك قال لي اللينسز هي السبب، وقال لي انه ممكن يكون كمان سمك القرنية بتاعك بعد كل اللي حصل ده ما ينفعلوش عملية ليزك اصلا. فلو انا كنت بدعي اصلا انه العملية تحصل لي، فتخيلوا لو حد ما كانش لحق نفسه قبل كده كان ممكن ان هو يجرى له ايه. خلاصة التجربة بتاعتي واللي انا عايزة اوصله لكم، ما تلبسوش لينسز كتير حتى لو مين نصحكم بيها، حتى لو جايبين اعلى حاجة، برضو الحاجة الطبيعية هي اللي تكسب في الاخر. فلو هتلبسوا لينسز هتلبسوها وانتوا خارجين فقط، يعني انا دلوقتي خارجة هلبس اللينسز، هرجع البيت البس نظارة، تمام، الى حين ان انا تم سن ال20 او ال21 على حسب الدكتور برضو بيقول ايه. انا بالنسبة لي قال لي لازم 21 سنة، تمام، في ناس بتعملها بعد 18، بس انا ما رجحش لان فعلا النظر بيتغير. تمام. المهم فهناخد النظارة في البيت، نستخدمها عادي جدا، ونعود نفسنا على ان النظارة تكون في البيت واللينسز تكون برا البيت، تمام، الى حين ان احنا فعلا فعلا نعمل العمليه. الطب اتقدم، واحنا لازم نعترف بان الطب اتقدم، وان في حاجات كتيره طالعه جديده. ايا كان بقى بتلبسيها تجميل، وطبعا ده بتوع التجميل دول مصيبتهم مصيبه، يعني احنا بنجيبها طبيه وحصل كل ده، ما بالكم اللي بيجيبوها تجميل بقى ب50 جنيه وب60 جنيه، دول بقى ربنا يتولاهم. لكن اللي انا عايزه اتكلم فيه فعلا هو انه ناخد بالنا كويس جدا جدا، لو نظرك ضعيف ما تستبدليش النضاره 24 ساعه فال 24 ساعه باللينسز. انا تقريبا لابساها من اعدادي او من 6 ابتدائي، مش فاكره قوي، ولكن اللينسز طلعت خطر في الاخر يا جماعه. طبعا يؤسفني ان انا كمرمر اقول الكلام ده، لان انا اكتر واحده بطلع اقول لكم اللينسز دي حياتي، اكتر حاجه بموت فيها، وقبل العمليه بيوم كنت لسه عامله لكم ريفيو عن ادور، ولكن للاسف
مفيش حاجة بتكمل، وفعلا كانت تجربة سيئة جدا جدا بالنسبة لي. ولو رجع بيا الزمن ما كنتش لبست اللينسز بالشكل ده، ولا كنت اتعلقت بيها بالشكل ده، ولا كنت جبت انواع، ولا كنت اعتمدت عليها اعتماد كلي. حتى وانا بذاكر في الثانوية العامة اني تايم اني وير اي حاجة لازم يكون اللينسز هي اللي موجودة. بجد انا تعبت جدا جدا، واهلي تعبوا معايا، ده حقيقي. وطبعا انصح اي حد ان هو يعمل عملية الليزك. العملية بسيطة جدا جدا ولذيذة جدا جدا، وبعدها فعلا بيرجع نظرنا 6/6. وانصح اي حد ان هو لو هيلبس لينسز يلبسها بره البيت وما يلبسهاش جوه البيت. خلوا بالكم يا جماعة من الموضوع ده، خلوا بالكم من حساسية العيون، خلوا بالكم من الالتهابات، من الجفاف. جفاف العين برضو بيبقى مصيبة كبيرة، دايما بيسبب احمرار، ودايما 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 ممكن ينتهي بينا المطاف لحاجة احنا مش متخيلينها. يعني ممكن تبقي لابسها عادي ان هو شكلي حلو ومش عارف ايه، وتلاقي فجأة نظرك حصل له مشكلة، او انت بقى فيكي مشكلة كبيرة مش عارفة انك انت تسيطري عليها. زي ما انا الموضوع كبر مني. في الطبيعي اللي بيعمل عملية الليزك دي بتبقى ب5000 جنيه، وخلاص بينسى الموضوع دوت لحد ما يتم سن ال40 سنة، بيبتدي النظر يضعف تاني. لكن انا للاسف خدت مني اكتر من كده فلوس ومجهود وتعب اعصاب، وكنت دايما خايفه، وبعد العمليه عيني كانت زرقاء، واقول للدكتور يا دكتور ايه اللي بيحصل. بصراحه الدكتور استحملني كتير جدا جدا، والمستشفى كنت بروحها كل يوم زيها زي بيتي. فناخد بالنا من الموضوع ده يا شباب. وطبعا ده ما يمنعش ان انتوا تدخلوا كل شويه تسالوني على اللينس زي زمان، ويا مرمر احسن نوع واجمل نوع، لان انا اكيد لسه فاكره. ولكن طبعا بيطلع حاجات جديده، وجربوا الحاجات الجديده ما تخافوش، طالما سعرها مناسب وطالما حاجه مش رخيصه قوي نجرب، ولكن بالحدود اللي انا قلت عليها علشان ما تندموش في الاخر. ده كان موضوع فيديو النهارده، واتمنى ان انتوا تاخدوا بكلامي فعلا، واتمنى انه اي حد في ايديه ان هو يعمل العمليه يعملها باسرع وقت، وما يعتمدش على اي حاجه مش طبيعيه. اشوفكم فيديو جديد، وبحبكم جدا. باي باي.